only in one step using Adobe Acrobat Pro DC, change color PDF file into gray scale, black and white. لو انا عايز احول ملف PDF كتابة فيه بالالوان او في صور ملونة ليه كتابة فيه بالابيض والاسود والصور تبقى بالابيض والاسود بخطوة واحدة بس بدون لف ودوران باستخدام برنامج اسمه أدوب أكروبات برو دي سي. بمنتهى البساطة أنا عندي الملف البي دي اف اهو، هستعرض هو ملون اهو بسرعة، واضح اهو انه ملون بالالوان اهو. عايز احوله ل ملف يبقى ابيض واسود، منتهى البساطة هعمل كنترول بي اكني بعمل برنت، هيجي لي خيارات هنا هختار منها الادوب بي دي اف، اخترت ادوب بي دي اف والاقي في خيارات هنا برنت ان جري سكيل اللي هو بلاك اند وايت، علم عليها بالشكل ده كده وهقول له برنت، اختار المكان، اغير الاسم مثلا احط هنا مثلا ايه اي علامة اهي مثلا كده، غيرت الاسم عشان يبقى الملف اللي انا شغال عليه اهو، وهستنى لحد ما الملف يفتح معايا بي دي اف تاني بيتحول اهوت. يبقى انا في خطوة واحدة عايز احول الكتابة من والصور من الوان ل ابيض واسود في ملف بي دي اف. اشوف كده فعلا الملف فتح اهو، ده الملف اللي انا حولته وده تغيير الاسم واضح، اشوف هل هو فعلا ابيض واسود ولا لا. ده فول سكرين مود، فعلا الكتابه والصور بقت ابيض واسود بالشكل ده بخطوه واحده بدون ما ايه ما امشي في خطوات كتير. رابط الصفحه الرسميه للبرنامج احطها في اسفل الفيديو، ارجو ان الامور تكون واضحه. شكرا.